تحالف تارة وتنافس تارة أخرى. علاقة متناغمة في آن ومتضاربة في آن آخر. الصين وروسيا شراكة بلا حدود يتداخل فيها العداء مع الولاء والرغبة في الهيمنة مع الحاجة للتعاون. وما بين التحالف والتنافس وحدة لا تتزعزع في نكاية الغرب في ميدان السياسة العالمية. فكيف أثرت حرب أوكرانيا على ديناميكيات العلاقة بين الطرفين؟ وهل تغلب المصلحة المشتركة على عقود من التنافس والصدمات الحدودية؟ وما هي حظوظ الغرب في كسر التآلف بين الحليفين اللدودين؟ الجواب على الخريطة. في عالم تتسارع فيه التطورات وتتشابك التحالفات، تقف الصين وروسيا كعملاقين وقوتين عظميين تجمعهما رؤية مشتركة لعالم متعدد الأقطاب ومعارضة للهيمنة الأمريكية، ويفرقهما تنافس متعدد الجبهات، ويسعى كل منهما إلى تصوير نفسيهما شريكين متساويين يعملان وفق خطط متكاملة، لكن ذلك قد لا يكون دقيقاً في بعض الأحيان. أصبحت الصين في 2023 أكبر شريك تجاري لروسيا، مما ساعد موسكو في تعويض بعض الخسائر الناجمة عن العقوبات الغربية الصارمة. ووصلت التجارة بين البلدين إلى مستوى قياسي بلغ 240 مليار دولار، بزيادة أكثر من 64% عن عام 2021. وصدرت بكين إلى روسيا كل شهر ما قيمته أكثر من 300 مليون دولار من المواد ذات الاستخدام المزدوج، أي التجاري والعسكري. تتحدث تقارير أن روسيا استفادت منها في صناعة الأسلحة من الطائرات بدون طيار وصولاً إلى الدبابات. وتعاونت البنوك الصينية مع البنوك الروسية المتضررة من العقوبات، وبات البلدان يستخدمان عملتيهما في 90% من التجارة بدلاً من الدولار الأمريكي. وعلى الصعيد الدبلوماسي، امتنعت الصين عن إدانة روسيا بشكل مباشر في المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة، وحافظت على موقف حيادي رسمياً من الحرب. تظهر هذه الأرقام كيف شكل دعم بكين لموسكو شريان حياة للمحافظة على مكاسبها في ساحة الحرب الأوكرانية وفي الحياة الاقتصادية بشكل عام. لكنها تكشف أيضاً عن شراكة غير متكافئة رأى خبراء أنها جعلت توازن القوى يميل إلى الصين. منح الصراع الدائر في شرق أوروبا الصين نفوذاً هائلاً داخل الاقتصاد الروسي، بعدما وجدت موسكو نفسها بحاجة لأسواق جديدة لبيع نفطها وغازها بسبب العقوبات الغربية الصارمة. فاستفادت الصين من ذلك عبر توقيع عقود بأسعار تفضيلية ساعدتها في تأمين إمدادات الطاقة بأسعار مخفضة. ومع تقييد موسكو من استخدام الدولار الأمريكي واليورو، زاد البلدان استخدام العملة الصينية في التعاملات التجارية، مما عزز مكانتها في الأسواق العالمية. كما استفادت الصين من التعاون التكنولوجي مع روسيا في مجالات الدفاع والفضاء والطاقة النووية، مما وفر لها وصولاً إلى أحدث التقنيات العسكرية. تدير بكين توازناً صعباً بين الاستفادة من التعاون مع روسيا من جهة، وعدم التضحية بمصالحها الاقتصادية مع الغرب من جهة أخرى. لا بل أن بكين عززت شراكتها مع القارة الأوروبية، مستفيدة من التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية التي أفرزتها حرب أوكرانيا. تراجعت الشراكة التجارية بين روسيا والاتحاد الأوروبي من نحو 258 مليار يورو إلى 80 مليار يورو، فيما تعززت في المقابل بين الاتحاد الأوروبي والصين لترتفع من 660 مليار يورو إلى نحو 800 مليار. وفيما انخفضت الاستثمارات الأوروبية في روسيا بنسبة 50% وتراجعت إمدادات الغاز الطبيعي الروسي إلى أقل من 10% من احتياجات الاتحاد الأوروبي، زادت الاستثمارات الصينية في القارة العجوز إلى نحو 13 مليار يورو،
في 2022، وارتفعت في دول وسط وشرق أوروبا بنسبة 148% على أساس سنوي في الربع الأول من 2023، مع التركيز على مشاريع الطاقة المتجددة والنقل. وأصبحت بولندا وهنغاريا وسلوفاكيا ودول أخرى تعتبرها روسيا ساحة خلفية لها، وجهات رئيسة لقطارات الشحن من الصين إلى أوروبا. لم يكن بوسع الصين أن تغامر بعلاقتها الاقتصادية مع أوروبا من أجل دعم فلاديمير بوتين، خوفاً من تداعيات ذلك على تجارتها مع الولايات المتحدة وأوروبا أيضاً. وترى بكين أن مصالحها تأتي أولاً وتعي أنها متغيرة، لسيما أن روسيا دأبت في الماضي مثلاً على منع نقل التكنولوجيا العسكرية المتقدمة لأسلحتها إلى الصين بالنظر إلى علاقة الجارين المعقدة في آسيا وتاريخ من التوتر بينهما. مرت العلاقات بين روسيا والصين بمراحل عدة من التوترات والصراعات الحدودية، لسيما في المناطق المتنازع عليها مثل نهر أمور ومنغوليا الداخلية خلال القرن العشرين. في ستينيات القرن الماضي طالبت الصين بأراضٍ سوفيتية تقع ما بعد منشوريا. اصطدم الطرفان جراء نشوب نزاع بينهما للسيطرة على جزر تقع بين نهري أمور وأسوري، وتوقف القتال بعدما اتفق البلدان على حل الخلاف بالتفاهم. تعتبر هذه الاشتباكات جزءاً من سلسلة من التوترات شهدتها فترة الستينيات بين البلدين على خلفية خلافات أيديولوجية وسياسية، حتى أن الزعيم الصيني حينها ماو تسي تونغ اتهم الاتحاد السوفيتي بالتسبب بالمجاعة التي ضربت البلاد بين 1959 و1961. لكن بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وقع الجانبان معاهدة لحل النزاعات الحدودية وتحديد الحدود بشكل نهائي. انهيار الاتحاد السوفيتي أدى إلى تراجع النفوذ الروسي، وانتهى بتحول ولاء معظم الحلفاء السابقين مثل بولندا وهنغاريا ورومانيا وبلغاريا، بل وحتى الدول السوفيتية الصغيرة المتاخمة لروسيا أي ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا إلى أوروبا وحلف الناتو. وبينما تقاتل موسكو الآن من أجل ما تعتبره تصحيحاً لأخطاء الماضي، تبدو الصين قد داوت مشاكلها التي أضعفت البلاد حتى نهاية الستينيات. واليوم تعمل الصين على ملء الفراغ الفسيح الذي خلفه انشغال روسيا بحرب أوكرانيا، وتوسع نفوذها في الجمهوريات السوفيتية السابقة في آسيا الوسطى التي ظلت على مدى العامين الماضيين خارج أولويات روسيا. تسلمت الصين راية البحث عن الريادة في آسيا الوسطى وسط استضافتها العام الماضي قمة الصين آسيا الوسطى في مدينة شيان الصينية. وتفوقت الصين على روسيا لتصبح الشريك التجاري الأول لجميع دول آسيا الوسطى الخمس. كما عززت بكين مبادرة الحزام والطريق، وزادت من استثماراتها في البنية التحتية والطاقة في الدول الواقعة على طول طريق الحرير الجديد مثل كازاخستان وأوزبكستان وقرغيزستان، وهي جمهوريات سوفيتية سابقة. وقامت الصين بتعزيز دورها في المنظمات الإقليمية مثل منظمة شانغهاي للتعاون لتعزيز نفوذها السياسي والأمني في آسيا. وفي كازاخستان تحديداً كسرت الصين قاعدة ظلت قائمة منذ عقود، وهي أن روسيا هي الداعم العسكري الرئيس لها، مما يعزز مخاوف روسيا. كما عملت بكين على توثيق العلاقات مع دول جنوب شرق آسيا من خلال رابطة دول جنوب شرق آسيا عبر تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري. إلى جانب التنافس الشرس، يمتد صراع النفوذ بين البلدين إلى مناطق أخرى من العالم غنية بالثروات والموارد الطبيعية مثل أفريقيا، حيث يتركز التنافس في مجالات الطاقة والدفاع والتعدين والبنية التحتية، وكذلك في القطب الشمالي حيث يتمحور التنافس حول استغلال الموارد الطبيعية والملاحة البحرية في هذه المنطقة الاستراتيجية. وقد أجل فتح روسيا جبهة أوكرانيا المواجهة بين بكين والغرب أقله مؤقتاً، ومنح بكين ما يكفي من الوقت لتوسيع نفوذها في العالم ولكن أيضاً في محيطها. انشغال العالم بحرب أوكرانيا نقل المواجهة إلى أوروبا بعدما كانت متوقعة في بحر الصين الجنوبي،
حيث تستمر بكين ببناء منشآت عسكرية في جزر متنازع عليها وتعزيز وجودها العسكري في المنطقة، وتقوم بمناورات بحرية وجوية واسعة النطاق لتعزيز سيطرتها على الممرات البحرية الحيوية مع تعزيز ضغوطها العسكرية والدبلوماسية على تايوان. وتستفيد الصين في ذلك من التجربة الروسية في أوكرانيا لفهم طريقة تعاطي الغرب معها، وأيضاً تستفيد من التحديث العسكري الذي تجريه روسيا وسط حاجتها المتزايدة للذخيرة والسلاح. رغم اختلال ميزان القوى بين الصين وروسيا، تبقى احتمالات أي صدام قريب متدنية للغاية، فيما تطغى المصالح المشتركة على أي خصومة أو تنافس، وتبقى قوتهما العسكرية المشتركة تهدد النظام العالمي، وهي قوة لا تبدو هزيمتها مهمة سهلة. تملك روسيا والصين مجتمعتان تقريباً عدد القوات العسكرية نفسها مثل الناتو، أي نحو 3 ملايين جندي، لكنهما تتفوقان في بعض عناصر القوى العسكرية، مع امتلاكهما 18,000 دبابة مثلاً مقابل 13,000 للناتو. وتتفوق الصين وروسيا في عدد المدافع المتوفرة، بين مدافع ذاتية الحركة ورجمات صواريخ تتخطى 25,000 مقابل 12,000 للناتو. أما في القوة الجوية فيتفوق الحلف مع 21,000 طائرة مقابل 9,000 لروسيا والصين. وفيما يتعلق بالقوات البحرية فهي متقاربة، تناهز 2,000 للناتو ما بين فرقاطات وغواصات وحاملات طائرات، ونحو 1,300 للصين وروسيا. وفي ظل تسارع السباق النووي، لا تزال روسيا تملك أكبر ترسانة نووية، أي أكثر من 6,000 قنبلة، وبطبيعة الحال تتفوق هي والصين على حلف الناتو الذي يمتلك نحو 6,000 رأس نووي موزع على الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا. للحديث أكثر عن العلاقات المعقدة بين روسيا والصين، ينضم إلينا من نيودلهي وائل عواد، باحث في العلاقات الدولية. سيد وائل، أهلا بك معنا في برنامج على الخريطة على سكاي نيوز عربية. هل الشراكة بين الصين وروسيا برأيكم هي ضرورة استراتيجية مؤقتة، أم أنه تحالف حقيقي ودائم؟ أسعد الله أوقاتكم بألف خير. طالما هي شراكة استراتيجية فهي بحتمية طويلة الأمد، لأن هذه العلاقات الآن أصبحت علاقات استراتيجية بلا رجعة، خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية، حيث استطاعت روسيا أن تعزز من هذه العلاقات مع الصين، وكانت هناك زيارات متبادلة لقادة البلدين، بالإضافة إلى خط الغاز الثالث الذي تحاول موسكو بنائه باتجاه بكين، وذلك لتوفير الطاقة اللازمة للصين. لذلك نجد أن الاستثمارات وأن حجم الطاقة التي استهلكته الصين من روسيا قد ازداد بنسبة 26% عما كانت عليه في العام الفائت. إذن هناك تعاون استراتيجي ليس فقط في مجال الطاقة والتجارة، ولكن في جميع المجالات، خاصة وأن البلدان يناشدان أيضا بعالم متعدد الأقطاب. تتحدثون عن حرب أوكرانيا التي شكلت نقطة تحول في العلاقات بين الصين وروسيا، ولكن ألا تعتقدون أن هذه الحرب أخلت أيضا بتوازن القوى بين الطرفين وأعطت للصين اليد العليا في العلاقة مع روسيا؟ نعم، لا شك سؤالك مهم جدا، ولأن أيضا روسيا قد تعرضت إلى عقوبات اقتصادية من قبل الاتحاد الأوروبي منذ ضم جزر القرم عام 2014، وبالتالي دفعت بروسيا إلى الحضن الصيني. لكن علينا أن نأخذ بعين الاعتبار أيضا بأن روسيا التي بدأت تعيد مجدها في عهد الرئيس بوتين حاولت أن تعزز من علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، مع الدول العالم والقوى الإقليمية، بحثا عن عالم متعدد الأقطاب، وكانت الصين إحدى الحلفاء الأساسيين في هذه القضية. لذلك التحالف الاستراتيجي بين الصين وروسيا هو تحالف استراتيجي طويل الأمد لا رجعة عنه، وأعتقد بأن الصين تدرك بأن هذه العلاقات تصب في مصلحتها في المقام الأول، لأنها توفر لها الطاقة الرخيصة، حيث زادت من استيرادها للطاقة من روسيا بأكثر من 26% عما كانت عليه العام الفائت. إذن هذه العلاقات الاستراتيجية التجارية والاقتصادية والعسكرية تصب في إطار مصلحة البلدين في البحث عن عالم متعدد الأقطاب.
تصب في مصلحة البلدين، ولكنها تعزز توسع النفوذ الصيني ربما على حساب النفوذ الروسي، لاسيما أن موسكو منهمكة بالحرب في أوكرانيا، وبالتالي ليس لديها ما يكفي من الوقت والمال للتركيز على توسيع نفوذها في مناطق مثل آسيا الوسطى. ما هي التداعيات ربما الاستراتيجية لهذا الخلل في ميزان القوى؟ هل قد يكون له تأثير على المدى الطويل على العلاقة بين البلدين ويؤدي إلى توتر ربما فيها على خلفية التنافس بين البلدين، أم أن المصلحة المشتركة تبقى غالبة؟ طبعا المصلحة المشتركة تبقى غالبة، لكن علينا أن نتذكر بأن الخلافات الروسية الصينية أو مع الاتحاد السوفيتي السابق لم تكن وليدة الساعة، وأنت تعلمين جيدا بأن خلال فترة الاتحاد السوفيتي كانت هذه الخلافات قائمة، وعندما استقلت دول آسيا الوسطى حاولت الصين أن تفرض نفوذها في هذه المناطق وتتغلغل في داخلها، مما أثار حفيظة روسيا التي حاولت منع الصين من ذلك، وقامت بتشكيل ما يعرف بمنظمة شنغهاي التي كانت تضم 10 دول تلك الفترة، 9 دول، وكانت أيضا شنغهاي للتعاون الأمني. الهدف الرئيسي من هذه المجموعة كان هو البت في المناطق الأمنية ومسألة الحدود بين الدول المعنية، وهذا يعني الحد من النفوذ الصيني. لكن نحن نجد الآن بأن الدعم الأوروبي لأوكرانيا وعزلة روسيا هو السبب الرئيسي وراء اندفاع روسيا باتجاه الصين، لكن أيضا الصين تدرك أنها بحاجة إلى التكنولوجيا الروسية لتوفير هذه التكنولوجيا، خاصة فيما يتعلق بالطاقة النووية والتكنولوجيا الفضائية، وهذا ما تحاول أن توفره إليها أيضا روسيا في هذه الظروف الحرجة، لذلك هي تحاول الاستفادة بأكثر مما تحاول أن تكون الضرر. يقوم التحالف الاستراتيجي بين الصين وروسيا في الأساس على رفض تفرد الولايات المتحدة بقيادة العالم كقطب أوحد، لكن الغرب يعول على اختلال ميزان القوى بين الطرفين مع صعود الصين وتعثر روسيا في حربها، فيما يشبه ما حدث بين الصين الشيوعية الضعيفة في الحرب الباردة والاتحاد السوفيتي القوي، مع انعكاس في الأدوار. واقع أفضى حينها إلى تصدع لم يلتئم بسهولة، وأفاد الولايات المتحدة والغرب في نهاية المطاف. فهل يتكرر هذا السيناريو وينجح الغرب باللعب على وتر عزل روسيا وتهديد بكين بمصالحها الاقتصادية من مبدأ فرق تسد؟ أم تبقى الشراكة بين الطرفين بلا حدود لتحقيق المصالح والأهداف المشتركة على أمل تشكيل نظام عالمي جديد؟ شاركونا آراءكم على المنصات الرقمية لسكاي نيوز عربية. دمتم بخير وإلى اللقاء في حلقة جديدة على الخريطة.